انكم قضيه شو ثلاثه نقاط خطرت من مجموعه مستقبل، خصوصا يعني مثل الازمه اللي الان للنتائج اللي كيعيشها الفريق. لا متفق معك، اون فيت ماشي ثلاث نقاط، يعني جوج نقاط، كما راه داير معنا نقطة، داير جوج نقاط اليوم وي وي نكونوا مسؤولين، نكونوا واقعيين، كنا اليوم ناخذوا دو بوان، سيرتو في النتائج اللي كانوا البارح، كانوا فريمون في صالحنا، اليوم الفتح ربحات، تما طلعوا الفوق شي شوية، كنا فريمون بغينا ناخذوا الماتش اليوم باش نكونوا واقعيين، جينا باش ناخذوا 3 بوان ديالنا اليوم، بالطريقة ديال التحضير ديالنا ديال المقابلة، الطريقة كيفاش لعبنا بسنضون باللي لعبنا لا كانت هذا زرقاء، لعبنا بشجاعة، مشينا مي ابري منين ما كت ملي كتوصل وكيف قلت لك هذا مشكل في الخيارات ديالنا، هادشي مازال خصنا نشتغلوا عليه، خصنا ما دام نديروا باش اللي عندنا خصنا نزيدوا نخدموا الثقة في راسنا ان شاء الله باش او موان نكونوا بلو بيرفورمون، نكونوا قتالين كيف كنقولوا ديفون لو بوت. شكرا.